اصلا يكون معانا في الفقره ديت الدكتور مصطفى المشد، دكتور بشري واخصائي علاج نفسي على السوشيال ميديا. صباح الخير يا دكتور. صباح النور عليكم وعلى كل التلال المشاهدين، كل سنه وكل امهات مصر بخير، واخص بالذكر امي احسن ام في الدنيا. بالنيابه عن اسره البرنامج واسره القناه بنتوجه لها كل سنه وحضرتك طيبه والده الدكتور مصطفى المشد. اتفضل يا عزيزي. معظمنا بيعاني من مشاكل نفسية كتير، لكنها بتختلف من شخص للتاني، لكن أهم المشاكل ديت النفسية ديت هي الخوف. فمن الطبيعي أننا كبشر أننا نكون بنخاف، بس بيختلف على حسب الحاجة اللي بنخاف منها. ومعانا ومعاكم النهاردة الدكتور مصطفى المشد، دكتور بشري وصانع محتوى نفسي على السوشيال ميديا. صباح الخير يا دكتور. صباح النور عليكي. صباح الخير. كل سنة وكل أمهات مصر بألف صحة وألف خير. حضرتك أنت يا دكتور أقدر أقول إن الخوف بقى حالة نفسية، أو مثلا إن الخوف بقى حالة مرضية وأبدأ استشارة الطبيب؟ الأول لازم نوضح للسادة المشاهدين إن الخوف عندنا بينقسم لنوعين. خوف طبيعي صحي عادي بيخلي الإنسان يبذل أقصى ما في وسعه، زي مثلا يوم الامتحان إنك طبيعي بتبقى خايف. الخوف اللي جواك ده بيخليك ويدفعك إنك تشتغل أكتر، فتخش فتجيب نتيجة أكتر، فده بنعتبره خوف صحي طبيعي عادي جدا. ولكن في خوف مرضي اللي بيأثر على حياتنا ويأثر على علاقاتنا الاجتماعية ويبدأ يظهر للآخرين ويبدأ يظهر كمان علينا. العامل الفاصل دايما علشان نقول إن الحاجة مرضية هو التأثير. لو بدأ تأثير الحاجة يظهر علينا على مستوانا الاجتماعي مع الآخرين، وكمان على مستوانا مثلا دراسيا أو مهنيا على شكل غياب من الشغل، ساعتها نعرف إن احنا محتاجين إن احنا نزور طبيب نفسي، لأن ساعتها بيبقى الموضوع مرضي مش مجرد حاجة عادية بتشجعنا أو بتخلينا نبذل مجهود أكتر. تمام. طبعا يا دكتور كل حاجة أو كل مرض أو أي داء أو أي حاجة في الدنيا لها سبب، فاحنا اكيد طبعا عايزين نعرف ايه اهم الاسباب اللي بتسبب الخوف. طيب عايزين نبدا الموضوع من تحت شويه. تمام. من التربيه. انا مؤمن بمقوله بتقول ان انت ممكن تخلي ابنك وتربيه لما يكبر يفضل يدعي لك طول حياته، وممكن برضه تربيه وتكبره يفضل يدعي عليك طول حياته. تمام. الفكره كلها ان الخوف ده عامل زي الزرعه، لو زرعتها جوه ابنك بتفضل تكبر وتكبر وتكبر جواه لحد ما يكبر زي ما بيقولوا خايف من كل الناس، لو ما لقاش الامان منك مش هيلاقي الامان مع اي حد تاني. يعني لازم يبدا من الاسره دي. طبعا. تمام. على عكسه الامان، لو زرعت جواه الامان وان هو يخوض تجربه وان هو يجرب ويعافر عادي جدا هيبقى شخص سوي جدا. تاني حاجه برضو من اسباب الخوف هي الخوف من اراء وانتقاد الناس ليه. يعني احنا طول الوقت بنبقى حاسين ان الناس باصه علينا، وده برضو نتيجه التربيه السيئه، ان الناس بتتربى على ان بتربي اولادها ان كل الناس باصه عليك، كل الناس عامله سبوت عليك، فبالتالي طول الوقت حاسس ان الناس كلها باصه عليك، فطول الوقت عنده خوف اجتماعي ورهاب اجتماعي من الاشخاص. ثالث حاجه معانا وهي الخوف من المستقبل، ودي خاصه بجيلنا بشكل مخصوص. يمكن مشكله العصر دي خالص. وده طبعا يعني من الاسباب من الحاجات السيئه جدا، وده لانه ان احنا بقى عندنا عدم ثقه بربنا للاسف الشديد، وبدا عدا يبقى عندنا السوشيال ميديا زرعت جوانا حته عدم الرضا وعدم القناعه، لان طول ما بتحقق حاجات بتحس ان هي برضه نوت انف او مش كافيه، فبالتالي طول الوقت بتجري ودايما بتحس ان الزمن بيجري وراك، لان مفيش رضا وقناعه ومفيش كمان ثقه في الله عز وجل. رابع برضه بسبب من الاسباب معانا هو الخوف من الفقد او فوبيا الفقد، فقد الاشخاص، وده نتيجه طبعا تجارب سيئه مع فقد اشخاص في حياتك قبل كده، مقربين وخذلان، ومش كده وبس، ممكن يبقى خوف كمان من فقدان الاشياء الماديه اللي في حياتك، فقدان فلوسك، فقدان شغلك، طول الوقت بتبقى ماشي وخايف ان انت تفقد الحاجات دي معاك. تمام. يعني هو حضرتك كل اللي حضرتك يعني طول مقاطع كلامك كل الاسباب اللي حضرتك قلتها دي كده كده موجوده تلقائيا جوه الاشخاص. يعني احنا كاشخاص جوانا كلنا نفس المبدا الخوف من الاشياء اللي حضرتك ذكرتها. لا ما هو يعني انا مثلا ممكن اكون خايف مستقبلي، يعني هي بتختلف بقى طبعا او بتتطور. أيوة. على حسب نشاتك وثقتك. تمام. لان كده بيساهم الجزء الديني بيساهم جواك، لو انت عندك ثقه في ربنا قويه جدا. تمام. طول الوقت هتبقى عارف ان ربنا كاتب لك مستقبل كويس، لان ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فطول الوقت هيدي لك على قد مجهودك اللي انت بتبذله، فالموضوع دايما بيتوقف على الحته دي. برضو من ضمن الاسباب هو اسباب الخوف من المسؤوليه، وده برضو بسبب التربيه السيئه. يعني احنا عندنا زي ما بيقولوا يعني شجره، يعني الاساس يا دكتور التربيه، الشجره التربيه. والشجره دي بتطلع علينا اغصان كلها سيئه، فمن ضمنها المسؤولية. انت لو متربي على الثقة والمسؤولية، انما الناس بتتربى على عدم الثقة فيهم واهليهم عندهم عدم ثقة فيهم، فبالتالي طول الوقت هم خايفين وطول الوقت عارفين. طبعا هيخاف انه يعمل حاجة لازم يرجع لوالده ولازم يرجع لوالده. طول الوقت المسؤولية اكبر من مقدرته، انما لو هو طول الوقت وباباه او مامته مربيينه على انه شخص قوي مسؤول يقدر وكل حاجه بيتحملها وبرضه مؤمن بآية لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هيبقى عارف طول الوقت ان ببساطه شديده ان الموضوع على قدره وهو على قدر المسؤوليه اللي هو اتحط فيه.
بطاطا شديد. طب نعمل ايه يا دكتور عشان نواجه المشكله دي ونقدر نتغلب عليها؟ طيب احنا لازم هنبدا برضو الموضوع من البدايه، هنبدا برضو من التربيه اللي هي الزرعه زي ما قلت اللي بتترقب بتترتب عليها كل حاجه. ولكن هنفترض ان انت خلاص وقعت جوه الفخ ونوعا ما بقيت شخص دلوقتي خواف او بتخاف، اول حاجه ما عليك الا المواجهه، لازم تواجه وتعترف ان انت شخص بتخاف. اول حاجه من كتر ومن اهميه حته المواجهه عملوا العلاج بالمواجهه اكسبوجر بريفنتيف ثيرابي، ان انت بتواجه مخاوفك دي بشكل مستمر على الوقت البعيد، بتبدا تدريجيا تقل بالنسبه لك حته مخاوفك دي من الشيء المعين اللي انت يعني. على سبيل المثال انا مثلا انا كنت بخاف جدا من الظهور، يعني كنت بخاف ان انا ممكن اتكلم قصاد واحد بس، بدات الموضوع تدريجيا، خطه علاجيه برضو حطيتها لنفسي ان انا بدات اتكلم قدام اهلي، بعد شويه قدام اصحابي، بعد شويه عملت فيديوهات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، بعد شويه بدات الوقت ان انا قدامك على التلفزيون، فحته المواجهه فرقت معايا جدا جدا. تاني حاجه برضو من الحاجات اللي ممكن تساهم في حياتك مثلث انا بسميه مثلث الراحه النفسيه، وهو الراحه الروحيه والراحه الجسديه والراحه النفسيه. الراحه الروحيه دي هي علاقتك بربنا. في ايه جديده، في ايه جميله جدا بتقول ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. ايه صريحه بتقول لك ان انت قربك من ربنا هيقلل من جواك حته الخوف بشكل كبير جدا. انت عايز ايه اكتر من ان ربنا بيقول لك يا ابني صلي علشان يقل من جواك الخوف ده. فبالتالي علاقه الانسان بربنا مهمه جدا جدا جدا. انا على سبيل المثال برضو عشان بضرب دايما امثله بنفسي، بصلي مثلا ركعتين قيام ليل بالليل، جربهم هيفرقوا معاك فوق ما تتخيل، على سبيل ان انت بتربط بتعمل رابط بينك وبين ربنا، كنتك دايما بينك طبعا وبين ربنا. طبعا تاني برضو ضلع من اضلاع المثلث دوت علشان تحقق الراحه النفسيه في حياتك هي الراحه النفسيه، انك تبعد عن الشخصيات السلبيه المحبطه اللي في حياتك طول الوقت. هتلاقي ليك صاحب محبط جدا طبعا بيزرع جواك الخوف وبيحبطك من كل حاجه طول الوقت، ملوش لازمه ان انت تعرفه انت مقرب منه ليه، ليه بتعرف ناس تحبطك. ثالث ضلع من الاضلاع اللي معانا هو ضلع الراحه الجسديه. في ناس هتقول لي طب ايه الراحه الجسديه يا دكتور، يعني الراحه الجسديه ليها علاقه بالراحه النفسيه؟ اقول له طبعا، هقول له يعني العقل السليم في الجسم السليم. ببساطه جدا لو انت جسمك سليم، بتنام كويس في وقت كويس، وبتاكل اكل كويس واكل صحي، وجسدك ماشي كويس، هتلاقي نفسك تفكيرك ببساطه احسن من تفكير واحد جسده مرهق طول الوقت ما بينامش كويس، بتحس الذهن صافي طول الوقت. طبعا رابع حاجه معانا من ضمن المواجهه انك على الاقل تعبر عن المشاعر اللي بتدور جواك. اكتر حاجه بتخلي الانسان طول الوقت مضغوط وخايف ومزاجه وحش ان هو كاتم المشاعر جواه، خصوصا ان احنا في العصر الحالي عصر سريع، ما عادش فينا وقت ان احنا نعبر عن مشاعرنا. الناس بتيجي تنام من الشغل وتصحى تاني يوم تروح الشغل من غير ما تعبر عن مشاعرها او اللي دار معاها في يومها. عبر عن مشاعرك مع شخص بتحبه، شخص قريب منك، عبر مع مشاعرك، هات ورقه واكتب جواها، اعمل مربع واكتب جواه كل يوم ساعه، خرج المشاعر السلبيه اللي في حياتك دي باي شكل من الاشكال، هتفرق معاك جدا. وفي النهايه او اخر حل معانا هو اذا استعصى بك الامر ولقيت ان الامر بالنسبه لك مش جايب معاك النتائج اللي انا قلتها لك او الترتيبات اللي انا قلتها لك معاك، استشير طبيب نفسي، مفيش مشكله. احنا مجتمعنا اللي زرع جوانا فكره ان الطبيب النفسي ده بعبع. انت كده خلاص، يبقى انت كده بقيت مجنون. بعبع مجنون يا جماعه، مفيش كلام من ده. بره الرؤساء والوزراء وكل الناس المهمه عندهم يعني جدول مخصوص مع الدكاتره النفسيين. ليه؟ لانه تقويم سلوكي الشخص لما بيسعى زي ما هو بيبقى احسن مثلا جسديا فبيروح الجيم، بيسعى برضه انه يبقى احسن نفسيا فبيروح لطبيب نفسي. كل دي وسائل ممكن نواجه بيها، ولكن احنا دايما بنختار حته ان احنا نتخاذل زي ما بيقولوا. هو تخاف بقى يا طرف الدكتور نفسي، يبقى انت بقيت مجنون، دي الفكره السيده عن الدكتور نفسي. ولا كمان بتحب تسمع الناس بيقولوا ايه، يعني ما عندكش استعداد. طب الخوف يا دكتور، ممكن يعني الخوف ممكن يتعالج بالادويه ولا بيكتفي بالعلاج النفسي؟ والله والله في ادويه ممكن ادويه ممكن تتاخد، يعني في ادويه اكيد وفي خطط علاجيه محكمه ممكن نقضي بيها على الخوف. ولكن انا هنا النهارده علشان اقول لك ثلاث حاجات، مش عشان اقول لك خد ادويه. اول حاجه اقول لك ان الموضوع لو لسه في البدايه انت ممكن تقدر ان انت ما تخليهوش يتطور معاك. تاني حاجه ان انت كمان الموضوع ممكن تقطعه من البدايه عن طريق التربيه الصحيحه، يعني انت لو عندك ابن ولا تستثمر فيهم، تحاول ان هم ما يعيشوش التجربه السيئه اللي انت عشتها. طب لو حد كبر يا دكتور وتعبان نفسيا مثلا من الخوف او في مشكله عنده، ما هو زي ما قلت النصايح اللي انا قلتها دي ممكن يدور طبيب نفسي، مش مشكله. يعني هيكتفي مثلا بالعلاج ولا بالعلاج النفسي؟ ما هو اتفضل يا دكتور كمل معايا. هو اكيد لو هيروح هيتابع مع دكتور اكيد طبيعي
هيشوف الحاله ويقيس درجتها، وعلى هذا الاساس هيشوف هو ممكن يكتفي بعلاج مثلا نفسي سلوكي ادراكي طبيعي ولا يخش معاه في حته الادويه. وطبعا لو في برضه مفيش مشكله انك تاخد ادويه، ايه المشكله؟ هو كل ده ان دواء، مفيش اي مشكله. طيب المرض النفسي ممكن يكون زي اي مرض له مثلا اسباب وراثيه، او يعني انا كان لي عم بيخاف من كذا او جدي بيخاف من كذا وانا طلعت انا كمان، ممكن ياثر ده برضه زي بص الحقيقه ان مرض الخوف مرض مكتسب، يعني ياتي من تجارب الانسان السلبيه اللي بيعيشها على مدار حياته، بدايه برضه من التربيه والنشاه. ولكن في حاجه اسمها استعداد وقابليه وراثيه، ودي بتبقى على حسب تاريخ الاسره مع الامراض النفسيه. يعني مثلا لو انت عندك ابوك او مثلا حد من اهلك عنده مشكله نفسيه، بتبقى اكثر عرضه من الشخص العادي ان انت تتعرض للمرض النفسي. انما لو مثلا انت ما عندكش تاريخ مرضي، انما الموضوع كورطه ورطه صريحه، لا طبعا هو مرض مكتسب بيجي طبعا. عشان كده بقول يا جماعه ما تعيشوش ولادكم تجارب سيئه، لانهم بيطلعوا عندهم امراض نفسيه وامراض الخوف. ليه؟ لانها كلها تجارب بتيجي من النشاه لحد ما يكبر. تمام، يعني بتبدا من الاسره. طبيعي. بتبدا من الاسره. بص دايما الاسره هي الزرعه اللي بتبني كل حاجه، عشان كده انا النهارده مركز عليها، واي سؤال هتسالوه هتلاقوني بقولها فيه. طب دلوقتي يا دكتور، ايه اهم النصائح اللي توجهها لكل اب وكل ام بحيث ان هم يطلعوا اطفال اسوياء؟ اول حاجه عايز اقول ان ابنك ده اهم استثمار في حياتك. ابنك ده هو فعلا راس مالك في الحياه، اللي لما هتستثمر فيه وهتتعب فيه هو اللي هيبقى انجح من 1000 مشروع تعمله. على قد ما تقدر صاحبه واسمعه، اديله فرصه انه يغلط ويتعلم، ما تخوفوش من النات وما تخوفوش من ان هو ياخد تجارب، خليه ياخد تجارب ويتعلم ويغلط، ما تخوفوش، خليك صاحبه. هو لو خاف منك هيامن لمين في الدنيا؟ تخيل انت بتخاف من اهلك، هتبقى بتامن لمين في الدنيا؟ حد تاني. صاحبوهم واسمعوهم وقربوا منهم واديلهم فرصه يجربوا ويغلطوا ويتعلموا علشان يطلعوا شخصيات اسويه. بس ساعات خوفنا يا دكتور عليهم بيبقى حاجه، مثلا احنا خايفين ان هم يتعرضوا لاي مشكله بره او اي حاجه بره، فبنبقى خايفين عليه. اكيد في فرق ما بين الخوف ان انت خايف على ابنك علشان تحسسه ان عشان خايف من اي اذى، وان انت خايف ان انت تخنقه ومخوفه من كل حاجه حواليه. في فرق ما بين الخوف ان انت تبقى خايف عليه حفاظا عليه، وخايف عليه ان انت مثلا خنقه، فبالتالي بتخليه طالع منطوي مش قادر يتعامل مع اي حد بسبب ان انت ضاغط عليه من كل الاتجاهات. طب منين هيجي الانسان؟ هو المفروض الانسان يا جماعه عباره عن تجارب. انسان، اي انسان في الدنيا عباره عن تجارب. التجربه هي اللي بتبني جواك شخصيتك. فأي إنسان بدون تجارب هيطلع إنسان منطوي متوحد لا يفقه شيئا. تمام يا فندم، حضرتك مع المعلومات قيمة جدا استفدنا منها طبعا، واستعرضنا يا جماعة زي ما شفتوا الأسباب والعلاج للمرض الخوف باعتباره مرض من الأمراض النفسية اللي متلازمة في هذا العصر اللي احنا عايشين فيه. حقيقي مهم جدا. طبعا احنا مهما اتكلمنا عن الموضوع طبعا عايز وقت كتير جدا عشان نعرف نتكلم في الموضوع. انا بحب اشكر الضيوف اللي شرفونا النهارده، الدكتور مصطفى المشاد شرفتنا النهارده يا دكتور، والشيف نور الهدى كانت معنا في الفقره الاولى، وبنقول لكم انتظرونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده من حلقات برنامج اول بدايه. السلام عليكم.